استاذ محمود، استاذ عصام هو بيتكلم معانا قال لازم اللعيبه يكون عندها ثقه في نفسها. طبعا بنتكلم عن بزياده المعنويه العاليه، الثقه عند لعيب الاهلي موجود بس صحيح. بزياده صحيح. شفنا ثلاث اخفاقات ورا بعض، بطوله افريقيه، بطوله عربيه، وبعدين مباراه في الدوري الممتاز، الدوري المصري قصاد المقاولين العرب، يخسرها النادي الاهلي، ثم يعود النادي الاهلي ويكسب ثلاث مرات متتاليه. طبعا النادي الاهلي دلوقتي ممكن نقول ان هو الثقه رجعت له مره ثانيه بوجود ثلاثه فوز متتاليه ورا بعض. طبعا يعني انت بيجي عليك فتره لما تقري تاريخ الاهلي ممكن نقول الفوز بيجيب فوز. طبعا الانتصار بيجيب انتصار وبيدي ثقه وبيوقف اللعيبه على رجليها وبيقلل وبيخفف عنك الضغوط عن الجمهور. انت صح ما فيش جمهور في الملعب في المدرجات بالصوره المطلوبه، لكن في جمهور اشرس دلوقتي على السوشيال ميديا. صحيح، يعني شراسه غير متناهيه، والدنيا بتبقى منقسمه بين بحب وبكره، هي دي المشكله، ودي عادة الحياه يعني مش هنقول فيها، من كل واحد من حقه يقول رايه، بس عاوز اقول ايه؟ خلي رايك في راي جارح بلاش منه. يعني انتقد زي ما انت عايز، والنقد ما دام في اطار البناء والكلام ده ماشي، لكن نقد تجريح من اجل التجريح ده شيء مرفوض ومش مقبول على الاطلاق. الاهلي خسر دوري ابطال افريقيا وخرج من البطوله العربيه، وعاوز اقول وخسر من المقاولين في الدوري. عاوز اقول يعني ايه؟ مش حابب اقف عند حته التحكيم، عشان اللي بيقول اصل الاهلي بالتحكيم والاهلي مش بالتحكيم، بقول دول بيداروا فشلهم. لانه دول يعني هيقعدوا طول عمرهم يعيشوا على الوهم ده، يصنعوا وهم وحاله، لانه التحكيم ده انت بتستفيد منه وانا بس، والاهلي بيستفيد منه، اي نادي في بيلعب كوره بيستفيد منه في اي مكان. قصده قرار في مجمله يعني ده عشر من الثانيه بياخد الحكم. كابتن حسام الله يرحمه، كابتن حسام طبعا واحد من علامات التحكيم المصري والعربي والافريقي، كان دايما لو انت فاكر يقول لك طالما انا وانت عمال تقول لي وانا اقول لك لا، يبقى القرار اللي خده الحكم هو اللي صح، لانه خده في ثانيه. ده خده في ثانيه مش منتظر. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ الاهلي بنى هذا التاريخ الكبير من جزئيه واحده، ودي صح مضايقه ناس ثانيه، اللي هي الروح الموجوده في الفريق. طول عمر الاهلي لازم تلاحظ كده وانت تقف تفكر، ليه الاهلي ما عندوش حته النجوميه دي؟ يبقى عنده نجم وفي لا ما فيش نجوميه، لانه النجوميه بتذوب في الكل، الكل هو الفريق. صح، ودي اللي بيشتغل عليها مدربين كتير من الاجانب، ويمكن اللي عمقها وقدر ونجح فيها كان مانويل جوزيه. مانويل قدر، ما فيش يعني رغم كان الفريق مدجج بالنجوم الا انه كان النجم الوحيد هو الاهلي. اسم الفريق الأهل. صحيح، نجم الفريق. فالفريق لابد انه كل المجموعه اللي انت شايفاها دي يعرفوا انه مهما مرت ظروف قاسيه على الاهلي سيبقى الاهلي هو الاهلي، وانك في يوم من الايام ارتديت الفانيله الحمراء، وفرصتك ان انت في الاوقات دي وما تمرش من الباب ده غير لما تترك اثر. صحيح، يعني خلي اثر وعلم عند جمهور الاهلي. والله ده كلام مهم، ماشي. انه فانت تقف مع نفسك كده وتبص كده وانت واقف في الجزيره كده وتبص انك انت فين، شوف مين لعب هنا ومين ترك اثر وعدى ومشي. المساله كبيره، اللي شايفين انه الاهلي بيمر بمرحله ضعف ده امر طبيعي جدا في سنه الحياه، بتمر كده وتطلع فوق. لكن القوي اللي يعرف يدافع عن الكيان ده، القوي جدا اللي يعرف يوقف على رجليه، قوي جدا اللي علم مع جمهوره. ففي ماتشات وفي لقاءات بتبقى محتاجه، مش عاوز اقول رجاله، هم رجاله، بس عاوز اقول لهم حبوا بعض بقى في الملعب. حب الهدف انك انت عايزه من جمهور الاهلي اللي جاي لك من اخر الدنيا ده، قدر بقى واحد لحظه واحده بانك انت تشوفه عامل ازاي. فالمباراه صعوبتها في ظروفنا. صحيح. صعوبتها في الظروف اللي احنا بنمر عليها، منافس غامض بالنسبه لنا. صحيح. مش لازم نحترمه جدا بس ما نخافش منه، يعني لانه الاهلي ما يخافش. فتنزل وهدفك انك انت تنهي المباراه هنا. صحيح. لانه انا كنت اتمنى لما خسر الاهلي دوري ابطال افريقيا في التراجع، كنت اتمنى كل الظروف. هنا كان ناقص وجهه نظري، كان هناك نقص للاعداد النفسي، كان كل الظروف اللي تعرض لها الاهلي في تونس كان ممكن تنقلب بصوره ايجابيه لصالح الاهلي، انه يكون الرد في الملعب، ولكنها اراده الله سبحانه وتعالى انه الاهلي يخسر المباراه. وخسرنا المباراه، خسرناها مباراه كوره ما خسرناهاش، ولكن المباراه خسرت من قبل ان تبدا من هنا من القاهره عندما تواطأ الاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي.